السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور أحمد هارون. النهاردة هناخد فاندمنتال عن الأربن سبيس أو مقدمة عن الفراغ العمراني. إيه هو الأوبن سبيس عامة أو الفراغ المفتوح عامة؟ هو الفراغ اللي بينتج عن محيط مجموعة من المباني أو مجموعة من العناصر الطبيعية أو عناصر العمران. يعني ممكن يبقى الفراغ المفتوح ده فراغ مفتوح عمراني أو فراغ مفتوح بيئي أو في الطبيعة، ده كلمة الـ open space. بالنسبة للـ urban open space أو الفراغ العمراني المفتوح، هو كل الفراغات العمرانية الناتجة عن المباني المحيطة بيها أو عناصر عمرانية المحيطة بيها، زي المسارات اللي في الشوارع، زي الميادين، زي الحدائق، زي الجناين، زي الجراشات and so on. تمام. ايه هي أهمية الفراغ العمراني المفتوح؟ What is the importance of urban open spaces؟ ايه هي أشكال الفراغات العمرانية ديت؟ أولا هنرجع بقى كده، الأهمية بتاعة الفراغات العمرانية بتمارس فيها مجموعة من الأنشطة، بتعد في بعض الأنشطة رئة للفراغ العمراني، بتتحول لمسارات حركة في الغالب، بتبقى متعددة الأغراض، فيها أغراض سياسية وأغراض عقائدية وأغراض اجتماعية، زي مثلا الفراغات اللي قدام المساجد، الفراغات اللي في الميادين الكبرى، في فراغات بتبقى سيمبوليك او رمز زي تيان امن او ميدان السماء في الصين وميدان التحرير في مصر. دي فراغات بتعبر عن قيمة حضارية وقيمة سياسية وتاريخية للمجتمع بتاعها. تمام. اشكال الـ urban open spaces، لو هنتكلم عن الشكل من حيث الشيب، هيبقى فيه فراغات مغلقة وفراغات شبه مغلقة وفراغات مفتوحة. لو بنتكلم على الأنواع بتاعتها من حيث التكوين، في فراغات يعني inner، وفي فراغات outer، في فراغات إيجابية وفراغات سلبية، وده هنتكلم معاه في مراحل التصميم بعد كده، بس يعني بنفتح معاكم مواضيع ورؤوس مواضيع. ايه هي مكونات الفراغ العمراني او الفراغ open space؟ المكونات الفراغ دايما بتنقسم لمكونات فيزيائية، يعني ممكن نمسكها، ومكونات غير فيزيائية يعني ما نقدرش نمسكها. مثال على كده، المكونات الفيزيائية الارضيات والحوائط والاسقف والفرش. المكونات الغير فيزيائية او النون فيزيكال، زي القيمة والاستعمال والوظيفة والكلام ده كله. تمام. ايه المقصود عندنا في الفراغ العمراني بالفلورينج او الارضيات؟ لازم تتعامل مع الفراغ ده كأنه اي فراغ بتصممه، له ارضية وسقف وحوائط، بس الفرق في نوع الارضية ونوع السقف ونوع الحوائط وتشكيلها والماتيريال بتاعتها والمستويات بتاعتها. يعني في الصورة اللي على الشمال ديت، الأرضية هنا هي المدق، أرض طبيعية مدقوقة. هنا الشارع يعتبر أرضية للفراغ العمراني، هنا النهر ده يعتبر الفلورينج بتاع الفراغ العمراني. في الفراغات المصممة دي، الأرضية هنا بتختلف عن هنا، بتختلف عن هنا، بتختلف عن هنا، وده يوريك قيمة انك ممكن تغير الفراغ بتغيير الفلورينج بتاعه. لما تغير الفراغ ممكن تحدده بايدجز او بديزاين، ممكن يبقى في نفس الماتيريال، نفس نوع الماتيريال، بس مجرد بوردرز ليه تبدأ تغير في وظيفته. يعني ده فراغ المشي وده فراغ الجلوس، والاتنين نفس الماتيريال ونفس المنسوب. ممكن اغير المنسوب او اغير الماتيريال زي في الصورة دي، فخلق فراغ عمراني جديد. يعني بالفلورينج في الفراغات العمرانية ممكن اغير الفانكشن من مكان لمكان ومن مسار لمسار ومن سبيس لسبيس تاني. طيب،
الحوائط في الفراغ العمراني، أولا في حوائط طبيعية زي الأشجار، الإيدجز بتاعة الأنهار، الجبال ممكن تعتبر في هذا الفراغ الطبيعي، الإيدج هنا أو الجبال دي تعتبر الحوائط بتاع الفراغ الكبير ده. هنا الأشجار دي مش بس اشتغلت حوائط وحددت المسار وعملت شيب من فوق، كمان بقت بتشتغل كأسقف. هنا الأشجار رغم إن هي متنوعة لكن هي قفلت الفراغ كأنه وول. طيب في الفراغات العمرانية المبنية ممكن يكون المباني هي الوولز بتاعة الفراغ العمراني زي اللي احنا بنشوفه في البلازات دي، ممكن يبقى فراغات أو أشكال أو ستراكشر خفيف لايت ستراكشر، ممكن يحدد الفراغ دوت اللي هو المسار ده وينقلك من فراغ لفراغ ويحدد لك ما بين الان والاوت زي دوت. ممكن يبقى حائط وفي جزء مفرغ هو الفراغ ما بين فراغات تانية، ممكن الاسوار تبقى هي الفراغات او الحوائط بتاعت الفراغات عذرا. تمام. الروف او الاسقف، الاسقف في الفراغ العمراني ممكن يبقى سقف طبيعي وهو السما وهو بتحدد وبيبقى ليه هدف في اللاندسكيب وفي الاربر، ان انا مش عايز احدك بسقف او عايز احدك بسقف. ممكن تكون الاشجار تلعب دور الوول زي ما قلنا في السلايد اللي قبل كده وتلعب دور الروفينج. ممكن تكوين طبيعي زي الكهف او الكيفز او الحاجات دي ممكن تبقى اسقف لمرحله من مراحل الفراغات. في الفراغات المبنية ممكن المظلات تبقى نوع من أنواع الأسقف، التنت أو المباني أو الحاجات المشدودة ممكن تبقى نوع تاني. الفراغات المتكونة من عناصر طبيعية مع عناصر صناعية، البرجولات، المظلات وأي حاجة. إيه هو فرش الفراغ العمراني؟ الفرش ينقسم لهارد سكيب او عناصر صلبة وسوفت سكيب. الهارد سكيب زي الاضاءة والموافير والمقاعد وحاجات كتيرة جدا اللي بتتعمل مان ميد، وفي ناس بتصنف الاحجار والحاجات دي في بعض الاساليب ان هي من الهارد سكيب. السوفت سكيب المقصود بيها الاشجار والنباتات وخلافه. ايه هي الاضاءة؟ الاضاءة ممكن تشتغل كعنصر سقف، ممكن تشتغل في الأرضية، ممكن تشتغل كوول حتى لو منسوبها قليل أو منسوبها كبير. يعني هنشوف هنا العمدان دي بتشتغل كأنها وول. طيب النوافير بتبقى عناصر جمالية وساعات عناصر توضح القيمة وساعات توضح القيمة الحضارية وساعات توضح الحركة. لو أنا عايز أعمل مناسيب، عايز أعمل حاجة، ممكن النافورة تبقى أداة، ممكن عنصر جمالي زي النوافير المعمولة تشكيليا، ممكن النوافير الراقصة دلوقتي بتبقى عناصر كمان بتأدي وظيفة إن بتبقى كأنها عرض. تمام. المقاعد بتتنوع أنواع المقاعد من حسب الماتيريال بتاعتها وحسب الفانكشن، يعني حتى في تصميم المقعد في الفراغ المفتوح تبقى عارف الناس هتقعد قد إيه فبتشكل المقعد طبقا للفانكشن. يعني محدش يجي يحط اي مقعد هنا، انا مش عايز الناس تقعد كتير فمش حاطط للمقعد ده، هنا انا ما الناس هتقعد كتير محتاج اعمله ده، هنا الناس هتقعد كتير وفترات فيها شمس فبحطه وبحط في ظهره شجرة. فلازم المقعد يتصمم ويتصمم الحاجة اللي حواليه في الفراغ بتاعه. من ضمن الحاجات الموتيفز او العناصر التانية زي وحدات الإرشادية الساينس زي الباسكتس، زي ألعاب الأطفال في المناطق المفتوحة، اللاند ماركس أو الأرت وورد اللي هي الحاجات الفنية والنحتية أو التماثيل والمنحوتات. شكرا، والتاسك بتاعكم إن انتوا هتعملوا جدول فيه 4 عناصر من كل لوحة معمول فيها 4 صور من كل عنصر من العناصر اللي احنا قلناها. الصورة هتبقى 6 في 9. تمام. ومكتوب دي الفرنيتشر، دي المقاعد، دي
النوافير دي كل حاجة من العناصر اللي احنا قلناها في عناصر تكوين الفراغ، الفلورينج والروفينج والوول والروفينج، بالنسبة للمقاعد، بالنسبة للفرش، بالنسبة لكل الحاجات اللي قلناها. حضرتك هتعمل 4 صور، صورة لعنصر طبيعي على الأقل، والباقي حسب ما تلاقي في الصور بتاعتك، وهتعملهم كبوستر وهتكتب عليهم اسمك وهتجمعهم على الفوتوشوب أو على الباوربوينت وتسلمهم على السيستم. شكرا.